مشاهدينا ومشاهدي قناة المصرية في كل مكان، أهلا بحضراتكم والجزء الثاني من مسلسل وكالة عطية، المسلسل بطولة الفنان الكبير حسين فهمي وأحمد بدير وأحمد عزمي ومايا نصري وعدد كبير جدا من النجوم. سيناريو وحوار رأفت الميهي، إخراج المخرج الكبير رأفت الميهي. تعالوا مع بعض نتابع الجزء الثاني من حلقاتنا في بلاتو وكالة عطية. يعني قبل ما انهي مع حضرتك افضل اقول بقى في حاجه، لا طب تعال بقى نكمل معاهم بقى اكشن. كل سنه وانتم طيبين مشاهدي الفضائيه المصريه وبلاتو محمد سماحي وكل اللي موجودين اللي يصور قاعد عمال يبصلي حاجات غريبه. بشكركم على الزياره الجميله دي. بطل برضه كل بالك الدور الجاي هتلاقيه حلقه اقرع عشان اصحى بقى وبلاش تتا. ايوه لا 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 برنامج شيق برنامج يعني مننا فيه. استنوني على المصريه في برنامج بلاتو مع محمد سماحي. معانا الفنان الكبير حسين فهمي اللي دائما متألق، اهلا بيك معانا على قناه المصريه وبرنامج بلاتو ومسلسل وكاله عطيه، والف الف مبروك يا استاذ حسين. الله يبارك فيك. ميرسي جدا، ربنا يخليك. ودايما يعني اعمال بتكون فيها متألق وبتكون فيها منور، وبنقول لك بجد والله يعني احنا سعداء جدا وربنا يخليك. ميرسي، اشكرك. ميرسي، ربنا يخليك. ايه حكايه وكاله عطيه مع الفنان الكبير حسين فهمي بقى؟ هي الحكايه جميله جدا، كتبها الاستاذ خيري شلبي، وروايه بتدور احداثها في اواخر الاربعينات، ودي فتره الحقيقه انا يعني بستمتع بيها جدا، فتره نجيب محفوظ اللي كتب فيها الثلاثيه بتاعته والحرافيش وغيره، والقاهره القديمه بشخصياتها باماكنها بتستهويني جدا يعني. السيناريو كاتبه الاستاذ رأفت المية وهو المخرج برضه، واحنا لنا صداقه قديمه جدا بتعود لسنوات طويله يعني، فمن هنا يعني حاسس ان انا مستمتع جدا بالعمل مع اولا صديق، ثانيا فنان محترم جدا وله رؤيه وله نظره، وبلعب شخصيه جديده خالص عليا كمان يعني. شخصية جديدة وموضوع جديد، يعني ايه السيناريو بجد اللي بيشد الفنان الكبير حسين فهمي؟ طبعا عارف ان مش اي سيناريو او مش اي موضوع يشدك، ولازم يكون في رسالة برضه بتوجهها من خلال المسلسل، فايه السيناريو اللي لازم يشد الفنان الكبير حسين فهمي؟ هو لازم يبقى دور ما عملتوش قبل كده، ما لعبتوش قبل كده، ولازم تبقى رواية جديدة بتقدم شيء جديد برضه ما كنتش لعبتها قبل كده وقربت منها قبل كده يعني. لازم كمان تكون هتستهوي المشاهد، انا بحط نفسي دايما مكان المتفرج وبحاول دايما ان انا اقرب للمشاهد واشوف ايه اللي ممكن يمتعه، وهو ده اللي انا بشتغل عليه باستمرار يعني. اخبار الكواليس ايه داخل مسلسل وكاله عطيه؟ مايا نصري قالت حاجات كتير. لا كواليس جميله جدا، احنا اصدقاء قوي، ومفروض ان انا متزوج من ثلاثه ويمكن اربعه حتى في المسلسل، حتى في واحده كمان واقفه بعيده. احدى الزوجات شوف مربيها ماما مين اللي تعالي. بس هي لابسه مودرن النهارده، خلصت تصوير فلابسه مودرن. للاسف انما بتبقى حلوه قوي وهي لابسه لبس الدور الشخصيه. احنا لقيناها واقفه بعيد، قلنا بس استاذ حسين واقفه بعيد شويه وماسك الخرزانه. لا انا السيد في المشاهد بس، انما مره مسلسل غير كده خالص. انا والله عايزه اقول حاجه، يعني انا يشرفني اساسا ان انا اول عمل ليا يبقى مع استاذ حسين فهمي، وعايزه اقول لك ان انا كانت عندي رهبه لا تتخيلها. يعني استاذ حسين فهمي نجم ستار كبير قوي، فاول دور تمثيل ليا واقف قدام يعني حاجه ضخمه. استاذ حسين فهمي موضوع مش سهل، فكنت داخله قلقانه بصراحه قبل ما ابدا تصوير خالص، ده اللي ورا الكواليس. دخلت وسلمت عليه وقلت له استحملني فبصراحه هو شخصيه متعاونه جدا جدا، نجم بمعنى كلمه نجم، متواضع جدا جدا جدا،
بيرحب قوي بالوجوه الجديده، بيقف جنبها بيساعدها. فانا بصراحه انا بشكره على الهوى وفي البرنامج، وبقولها للناس كلها. بشكر استاذ حسين فهمي، وبدين للشكر طبعا لاستاذ رأفت الميهي مكتشفني. استاذ رأفت هو اللي اكتشفني في المسلسل، ومديني دور مش سهل، دور كبير. وبشكر كل الكاست على فكره اللي موجود معانا، ناس متعاونه جدا. لا بس انت ممتازه، هتبقي كويسه ممتازه جدا يعني، وزوجه مطيعه دي اهم حاجه يعني. ده مش شايف لازم خرزانه معايا دلوقتي على جنب اساسي. انا شويه تلاقيني كده واتكلم ولا لا؟ طب يعني بجد يمكن حضرتك في المسلسل متجوز اكتر من واحده، اربعه او يمكن خمسه، ده مش كده خمسه؟ في حد بيبدل، في حد بيبدل، الموضوع كبر. لا احنا غلبنا الحاج متولي، معلش معلش. طب عاملين هم ازاي معاك داخل الكواليس؟ لا لذيذ جدا، لذيذ جدا، كلهم مطيعين جدا، بيسمعوا الكلام. وزي ما انت شايف كده الخرزانه، الولد التقيل ما شاء الله، كلام خرزانه بيشتغل على طول. استاذ حسين يمكن بجد والله حضرتك تاريخ جميل، وحضرتك يعني شاركت في افلام جميله، وكل عمل سبت فيه بصمه جميله مع ناس بجد اثروا حركه السينما المصريه. مين كان ليه دور مهم في حياه الفنان الكبير حسين فهمي؟ مين كان دايما جنبك حاسس ان كل عمل بتنجح فيه بتفتكره على طول، يعني بيجي في ذهنك على طول؟ مين كان اكتر حد ليه دور مهم في حياتك؟ كتير جدا يعني، ما اقدرش انكر مجهود والدي والدتي، اهتمامهم بيا، تشجيعهم ليا لما دخلت ادرس سينما في الاول، اساتذتي في المعهد يوسف شاهين وصلاح ابو سيف، دكتور لويس عوض، الاساتذه اللي علمونا دراما وعلمونا فن، فمجموعه كبيره. وبعدين لما اشتغلت مع حسام الدين مصطفى وحسن الامام يعني كل حد اشتغلت معاه من نجمات الكبار زي سعاد حسني وناديه لطفي وشاديه، فما فيش حد اشتغلت معاه ما كانش بيشجعني. رشدي اباظه، محمود مرسي، يعني ما فيش اسم ممكن انساه، محمود المليجي وعماد حمدي. مش قادر اقول لك يعني، ممكن ارص لك رصه جميله جدا من ناس عظام جدا اشتغلت معاهم، وهم اللي شكلونا، وهم اللي يعني كان لهم فضل كبير علينا ما فيش شك. احنا الجيل بتاعي يعني. حضرتك اول ما رجعت من امريكا لمصر، فاكر اول مره وقفت فيها قدام الكاميرا واول عمل سينمائي؟ طبعا اول مره وقفت قدام الكاميرا كان مع الاستاذ رشدي اباظه. وكان ليا مفروض حركه ان انا احط ايدي على كتفه، ففي البروفا حطيت ايدي على كتفه، بص لي كده قال لي انت قد الحركه دي؟ اخر واحد حط ايده على كتف رشدي اباظه از ديد. بصيت للمخرج لقيت المخرج مستخبي ورا الكنبه. كانت تجربة لذيذة، بس رشدي بقينا اصحاب بعد كده. كان جميل. انا لما عملت لقاء مع الفنان الكبير احمد رمزي، فقال لي ابو رشدي كان دايما يضربني على طول، اقول له تسيبه يا استاذ احمد، قال لي هعمل ايه؟ قلت له مرة يا ابو رشدي مش هينفع كده بقى، مش كل مرة، قال له ما لو ضربت حد تاني هموته. لا رشدي كان حبيبنا، حبيبنا كلنا، وكان صديق عزيز يعني. ذكريات جميلة. طبعا طبعا. احتضنونا كلهم يعني، كانوا فنانين كبار يعني. وحشك الوقت ده يا استاذ حسين؟ طبعا جدا يعني جدا. يعني بتحس ان في اختلاف؟ في اختلاف كبير، اختلاف كبير، لان كانت ناس بتحب الفن جدا، وكانوا مخلصين قوي لشغلهم وبيحبونا يعني. احنا كنا الجيل الجديد اللي طالع كانوا بيحبونا جدا يعني، وكنا اصحاب، كنا اصدقاء يعني. كان وقت جميل قوي. وقت جميل جدا. طب مين اللي هتتطلق بقى في المسلسل اول واحده؟ ولا واحده، ما بسيبش ولا واحده. طب الخمسه هتعمل فيها ايه؟ ما بسيبش ولا واحده فيهم. ايوه لا الخمس ببدل، انما ما بطلقش، ما فيش حد بيطلق. طب كله المفروض بقى انتوا قاعدين كلكم في عماره واحده ولا في عماره مين؟ ده احنا في صاله واحده. في صاله اوضه مكفيانه وعايشين سعده جدا. لا ما عنديش انا كلام، ما فيش تفرقه، ما فيش تفرقه. لا 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 نهائي، ديمقراطي جدا جدا، وبيحب الستات بتوعه كلهم. ومدلعنا قوي. وهم مدلعين كده يعني، هم مدلعين اكيد طبعا، اكيد طبعا. التشت والميه السخنه. يعني لا سي السيد بجد، سي سيد بجد، سي سيد بجد حقيقي يعني، فاهمني؟ وما فيش ولا واحده فينا هتتطلق، هي دي مفاجآت في المسلسل. ما بحبش الحكايه دي، ما بحبش الحكايه دي، انا عايز كله يبقى موجود معاك. بجد والله حضرتك يعني حضراتكم والله شرفتونا ونورتونا، والف الف مبروك مسلسل وكاله عطيه. بس كلمه اخيره تحب يعني حضرتك تحب تقولها برضو ولا لكل مشاهدين قناه المصريه عن مسلسل وكاله عطيه، تحب تقول لهم ايه؟ ان شاء الله يبقى مسلسل جيد، وان شاء الله مسلسل يلاقي القبول من المشاهدين، وده اللي احنا بنسعى ليه دايما، ان احنا نقدم حاجه جميله تسعد الناس يعني. ولاء حدوته خفيفه ولذيذه، فيها مجموعه كبيره جدا جدا من الابطال، قصص كتير قوي متنوعه، مسلسل شيق جدا،
واحساس ان شاء الله باذن الله انه هينجح. يعني قبل ما انهي مع حضرتك لا طب تعالى بقى نكمل معاه بقى اكشن. كل سنه وانتم طيبين مشاهدي الفضائيه المصريه وبلاتو محمد سماحي وكل اللي موجودين اللي يصور قاعد عمال يبصلي حاجات غريبه. بشكركم على الزياره الجميله دي. عرفت يا بطل برضه خلي بالك الدور الجاي هتلاقيه حلقه اقرب ان شاء الله. اصحى بقى وبلاش تتت. ايوه لا 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 برنامج شيق برنامج يعني مننا فيه. طبعا هو بالنسبه لي انا يعني خطوه جامده ان انا اكون مع الاستاذ رأفت الميهي والمجموعه دي كلها لان دول كلهم زمايلي وبحبهم. بس انا بالنسبه لي فعلا بعمل دور جديد عليا. ست مهمشه عايشه في الوكاله بتسرح بجدي وقرد وليها شغل كتير ظريف. طب القرد فين؟ لا القرد اسكت بقى في القفص بس كده هتبقى في القبطين. اه صح في القبطين. ف يعني ليه شغل الى حد ما هيبقى مختلف جدا عن شغلي اللي عملته قبل كده. طبعا سعيده ان انا من خلال مدينه الانتاج بغير في جلدي وبشتغل في شغل جديد وكده. وفعلا المسلسل الواحد مش عايز يقول الحاجات اللي فيه، عايز الناس تتفرج لانه معمول حتى بشكل مختلف بكاميرا سينما واحده ومخرج كبير ومؤلف كبير. اه بصراحه يعني بجد استاذ حسين فهمي طبعا يعني الاستاذ احمد بدير مدام انعام سلوسه مايا نصري يعني مجموعه قوي واضح ان في هارموني جميله جدا. يعني الواحد بيحب يجي الاستوديو ويحب نقعد مع بعض حتى لو في اوقات اللي ما فيهاش تصوير ما بنروحش قاعدين احنا ورانا حاجه المسلسل. ده البريك حلو كمان. طب والله بجد نورتونا وبنقول لكم يعني على برنامج على القناه المصريه وبرنامج بلاتو بنقول لكم بجد الف الف مبروك. بس كلمه اخيره كل فنان النهارده هيقولها عن مسلسل وكاله عطيه. هنبدا بالفنان الكبير علي حسنين. تحب تقول ايه لكل مشاهدين القناه المصريه عن مسلسل وكاله عطيه؟ انا اقول لكل المشاهدين بتوع برنامج بلاتو انتظرونا لوكالة عطية. هتلاقوا مسلسل مختلف عن كل المسلسلات اللي شفتوها قبل كده. وجه الخلاف جاي منين؟ وجه الخلاف جاي ان رأفت الميهي باسلوبه المتميز باللي بيجمع بين الواقع وبين الفانتازيا هتشوفوه في المسلسل ده، هيعجبكم جدا وان شاء الله نرضيكم ونسعدكم بإذن الله. تحبي تقولي لكل المشاهدين المصرية عن مسلسل وكالة عطية؟ المسلسل ولو انه بيدور في الخمسينات اواخر الاربعينات واوائل الخمسينات انما بيمس حاجات كتيرة هتهم جدا الناس، فيعني انتظروا وكالة عطية ان شاء الله. تحبي تقولي لكل المشاهدين قناة المصرية عن مسلسل وكالة عطية؟ والله مش على وكالة عطية بالذات يعني، لكن على كل الـ الـ الأعمال اللي هنشوفها السنة دي في رمضان. في أعمال هيكتشف يعني أنها لها صبغة مختلفة عن السنوات السابقة، ونتمنى أن وكالة عطية يحوز نفس الرضا بجانب المسلسلات الأخرى، وكل ده هيثري الشاشة المصرية وهيثري الجمهور المصري. وده هدفنا في النهاية أن احنا نضيف لجمهور مصرنا والعالم العربي والعالم الكبير يعني إضافة أخرى جديدة في عالم الدراما. بس أنا شايف أنك أنت هتمثل السنة الجاية معنا في مسلسل، مش عارف ليه برضه، بس مش هيكون وكالة عطية وكالة السماح. نورتنا والف الف مبروك. سعادتي جدا. ربنا يخليك. ربنا يخليك. مستير حضراتكم. مستير حضراتكم.
ضيفنا هو فنان دائما متألق، هو الفنان النجم احمد عزمي. اهلا بيك معانا على قناه المصريه وبرنامج بلاتو اول مره، ومنورنا والف الف مبروك وكالة عطيه. الله يبارك فيك يا ابو حميد. انا بجد يعني عايز اقول لك اني سعيد النهارده ان انا موجود معاك وانتم منورينا النهارده. ودايما الواحد كده كان بيقعد يتفرج على الحلقات بتاعتك ويبقى غيران شويه، ان هو لازم عايز يعني عارف عايز اكلمك اقول لك تعال لنا اللوكيشن، تعال لنا في الفيلم، عشان يعني ده برنامج متميز جدا، ويا رب يوفقك دايما كده. ربنا يخليك يا احمد، وانت والله اللي منورنا النهارده بجد والله. ويعني اعمال جميله، نجاحات جميله، يمكن انت بتعيش حاله من التألق من خلال النجاحات اللي انت عايشها من خلال المسلسلات الدراميه وكمان الافلام. بنقول لك بجد الف الف مبروك. ويمكن وكاله عطيه بقى، تعالى نمسك وكاله عطيه، احنا موجودين النهارده وشايفين يعني كاركتر جدا يا دي يا جماعه. بهدل النهارده ايه الحكايه دي؟ الحكايه حكايه ادم. هو ادم ده ولد بنشوفه في اول ظهوره بيبقى في المحكمه وهو بيحكموه على انه اكل ودان المدرس بتاعه في مدرسه المعلمين، لانه علم له على ورقته. لانه شايف انه اولاد الفلاحين ما ينفعش يبقوا مدرسين. احنا بنتكلم عن الخمسينات، المفروض المسلسل بيدور في الخمسينات. وبنشوف رحله بقى ادم من اول ما بيطرد من مدرسه المعلمين وبيدخل وكاله عطيه، وبنشوف من خلال عينيه كل الشخصيات، بيتعرف على كل شخصيات العمل. ابن الاكابر استاذ حسين فهمي، شواتفي، الاستاذ احمد بدير، العرايشيه، مايا نصري، سندس، وبيرتبط بناس وبيبتدي يكتب حوادثهم وقصصهم. والحواديت ديت هي اللي بتنقله، بتخليه يبقى صحفي فعلا. الحلم بتاعه بيبتدي يتحقق، وبيساعدوه ان هو يبقى موجود في الحقل الصحفي دوت في بلاط صاحبه الجلاله، لحد ما بنشوف بقى في الاخر يعني مراحل كتير قوي، لحد ما بيوصل انه بيبقى رئيس تحرير. فشخصيه صعبه جدا ومركبه. ودكتور رأفت الميهي طبعا كانت فرصه عظيمه جدا ان انا اشتغل معاه، ويا رب ان شاء الله بعد حسن ظن الناس. يمكن واحنا بنتكلم يا احمد قبل ما نبدا لقائنا كان باين انك حابب الدور وحابب العمل وبتتكلم بجد عن المسلسل، انه هيكون خطوه مهمه جدا او نقطه انطلاق او تحول اخرى للفنان احمد عزمي. يا رب. يعني انا بتمنى طبعا ان انا اولا ابقى عند حسن ظن الاستاذ رأفت، لان هو العمل هو طبعا روايه للكاتب الكبير الاستاذ خيري شلبي، ولكن هو الرؤيه والسيناريو والحوار هو دكتور رأفت الميهي. ومن خلال الشخصيه يعني واحنا شغالين، لان هو اللي مؤلف، فاحنا شغالين دايما ايه ممكن ممثل يعمل تفصيله فالاستاذ رأفت ياخدها ويزود عليها، يعمل منها موضوع ويبروزها يعني. فهو مخرج بيحب الممثل قوي، وعشان كده الواحد بيبقى عايز يطلع كل الطاقه اللي عنده، يعني عايز يقول له انه مصحصح معاه وفاهم الدور وقاري كويس وكده. فده مدي يعني حاله لكل افراد العمل، ان هم كلهم في حاله شباب. يعني تحس استاذ حسين فهمي كانه رجع 30 سنه لورا معانا، وبيلعب وبيهرج وبيشوف نعمل ايه، طب الشوط اللي جاي اتجوز خمسه يا اتجوز خمسه، ربنا يكون في عونه بالظبط. يعني بجد جت واحنا الاول بنسجل معاه، وخلى مراته تبقى واقفه، يعني احدى مراتاته في المسلسل واقفه على جنب، قعدنا نتكلم شويه وبعدين لا انت واقفه بعيد ليه كده، تعالي بالظبط. بالظبط. وما جاي بالخرزانه، فخور قوي بالجوازات دي كلها، وكلهم زي القمر يعني، مايا نصري وولاء كلهم مراتات. كلهم مراتات. هو الواد التقيل اللي طبعا لازم، هو احنا هنلاقي مين اشيك ولا اجمل استاذ حسين فهمي، يعني اديله الواد التقيل ابن الاكابر. طب مين عامل قلق بقى داخل اللوكيشن يا احمد؟ يمكن احمد الفنان احمد بدير. هو الاستاذ احمد بدير، هو اللي عمال يقول على كل الناس اللي مين قلق، هو اللي عامل قلق. نعم سلوسه يعني وجه جديد ولازم لا هو الحقيقه الاستاذ احمد بدير يعني دايما حاضر، انت عارف بكوميديته وافيهاته وبتاع. فاحنا اللوكيشن لا يمكن يتوقف عن الضحك، حتى دكتور رأفت يخش كده فيقول طب نطلعه ولا نعمل ايه دلوقتي عشان بس اشرح الشوت وبعدين نشتغل يعني. فهو لا الجميل استاذ احمد بدير من الشخصيات اللي الواحد فعلا فخور ان هو بيشتغل معاهم. انا مش اول مره اشتغل معاه، يمكن اول تعامل بيني وبين الاستاذ حسين فهمي، وفخور جدا برضو بدوت. ولكن استاذ احمد بدير دايما كده حاضر بكوميديته. هو اللي عامل قلق يا استاذ احمد، مش هينفع الموضوع. نعم سلوسه، نعم سلوسه طيوبه وجميله وزي العسل. ده جوه عيني دلوقتي، بس هنشوف حل ان شاء الله. لا لازم نطلعها تيجي معانا هنا اهو ان شاء الله. يعني ايه الجديد بقى؟ برضو فرصه انك تكون منورنا النهارده ونعرف الجديد اول مره من خلال قناه المصريه وبرنامج بلاتو مع احمد عزمي. ايه الجديد؟ الجديد ان شاء الله انا يعني فاضل لنا اسبوع خلاص وننتهي من تصوير فيلم قبولات مسروقه. هو انتاج جهاز السينما الاستاذ ممدوح الليسي، واخراج الاستاذ خالد الحجر، وتاليف الاستاذ العظيم الاستاذ احمد صالح. الله.
فيلم فيه مجموعه جميله جدا، هو بطوله باسم السمره، رندا البحيري، يسرى اللوزي، شادي خلف، مجموعه جميله قوي من الشباب، ومجموعه من الممثلين العظام الكبار يعني مدام حنان يوسف، استاذ كمال سليمان. فيلم تجربه كده حقيقيه موجوده، يعني بنحكي عن ثلاث حواديت للعلاقات بين شباب في مجتمع، يعني يمكن شويه المجتمع محاصرهم بانهم مش قادرين في ظروف، في ظل الظروف ديت يتجوزوا او يرتبطوا. فبنشوف بقى القبلات المسروقه يعني، او اللحظات الجميله اللي ممكن البني ادم يعيشها ولكن يسرقها من الزمن عشان يقدر يعيشها. ده بالنسبه للفيلم دلوقتي، وان شاء الله باذن الله يعني في فيلم الزمهلويه، ده حاجه كوميدي في الفنانين كله، نجوم الكوره كلهم، عمرو زكي وشادي محمد ان شاء الله، ومجموعه جميله قوي من لعيبه الكوره طبعا، عز تبعوف، استاذ عز تبعوف، والاستاذ صلاح عبد الله، ومدام هلا فاخر، استاذ انتصار، وبشرى، ويعني مجموعه، استاذ وحيد سيف، مجموعه من الفنانين يعني اللي بجد الواحد يعني هو يخاف يدخل تجربه كوميدي، لانه في الاصل الواحد مش كوميديان قوي، بس هو الفكره انه الموقف هو اللي بيطلع الضحك. يعني العلاقه بين العيلتين دول، العيله الاهلاويه والعيله الزمالكاويه. طب انت اهلاوي ولا زمالكاوي؟ لا انا مصري، انا ماليش دعوه، مش عايزين ناس تزعل مننا. احمد نسيم واحنا على المصريه، انا مصري وابويا مصري. فهو بنشوف التعصب ده بيودينا فين، وبنشوف في الاخر انه لما بيبقى عندنا منتخب قوي وبننسى خالص موضوع التعصب دوت، الحمد لله بننجح وبناخد بطولتين افريقيا ورا بعض اهوت، وان شاء الله نخش كاس العالم كمان يعني. ان شاء الله باذن الله. بجد والله نورتنا. بس تحب تقول ايه النهارده لكل مشاهدين قناه المصريه عن مسلسل وكاله عطيه؟ تحب تقول لهم ايه؟ اقول لهم مسلسل وكاله عطيه حدوته جميله جدا، صاغها الكاتب الكبير الاستاذ رأفت الميهي، وبطوله اساتذه عظماء جدا، استاذ حسين فهمي، استاذ احمد بدير، ومدام مايا نصري. حدوته جميله، والاستاذ رأفت عامل يمكن حاله جديده في الفيديو، يمكن اول مره هنشوفها، بيشتغل بنظام السينما، بتكنيك السينما. فان شاء الله يا رب العمل دوت يوصل لكم في رمضان، ونبقى عند حسن ظنكم وتنبسطوا زي ما انبسطتوا بالاعمال اللي فاتت ان شاء الله باذن الله. ونتقابل في قبلات مسروقه ان شاء الله. ونورتونا النهارده، نورتونا. يعني قبل ما انهي مع حضرتك افضل اقول بقى في حاجه. لا طب تعالى بقى نكمل معاهم. اكشن. كل سنه وانتم طيبين، مشاهدي الفضائيه المصريه وبلاده محمد سماحي، وكل اللي موجودين، اللي يصور، اللي قاعد عمال يبص لي حاجات غريبه. بشكركم على الزياره الجميله دي. عارف زي البطل برضه، خلي بالك الدور الجاي هتلاقيه حلقه اقرع. اصحى بقى وبلاش تتا. ايوه لا 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 برنامج شيق جدا، برنامج منه ومننا فيه. وبكده بتكون خلصت حلقتنا، لكن استنونا يوم الخميس في نفس الميعاد وحلقه جديده من بلاتو.
مشاهدينا ومشاهدي قناة المصرية في كل مكان، اهلا بحضراتكم وحلقة جديدة وبرنامجكم بلاتو. وزي ما عودنا حضراتكم حلقاتنا كل مرة بتكون مختلفة. الحقيقة النهاردة احنا داخل بلاتو مسلسل قمر، المسلسل بطولة الفنانة الجميلة فيفي عبده وجمال اسماعيل ورياض الخولي وبدرية طلبة وعدد كبير جدا من النجوم، تأليف فيفي عبده واخراج المخرج الكبير هاني اسماعيل. تعالوا مع بعض نعرف حكاية مسلسل قمر من خلال نجوم المسلسل. ضيفتنا الفنانة النجمة الدائمة المتألقة الفنانة الجميلة فيفي عبده، أهلا بيكي معانا على قناة المصرية وبرنامج بلاتو. منورانا أول مرة في برنامج بلاتو، ألف ألف مبروك مسلسل قمر. الله يبارك فيك، ميرسي قوي. يمكن بجد يعني كانت المفاجأة النهاردة إن مسلسل قمر تأليف حضرتك وموضوع جديد لامسنا إحنا إحنا رجعنا في موضوع قمر للستينات، يعني فهو جديد بحد ذاته إنه بنرجع لأيام الزمن الجميل، زمن الستينات المفتقدين. يعني حلقة السمك والشخصيات زمان كانت ازاي، وايام جمبري والحاجات دي، لان انا طالعة يعني عاملين جو حلو الحمد لله رب العالمين، يعني انا والنجوم اللي معايا اهم حاجة الجو حلو. لا الجو حلو طبعا. طب الحمد لله. يعني حكاية مسلسل قمر بقى مع النجمة فيفي عبده جت ازاي، ويعني ويمكن حضرتك يعني لاول مره بتكتبي المسلسل؟ لا انا مش اول مره على فكره، انا مش عملت كتاب، انا طبعا هي قصتي والسيناريو انا مشتركه فيه مع ناس كتاب، يعني بقول لهم افكاري والحاجات اللي انا عاوزاها والشخصيات اللي مخزنه في دماغي، يعني في طبعا حضرت يعني شفت الافلام الابيض واسود بحبها جدا، وحبيت اعمل الحاله دي لان احنا مفتقدينها بقى لنا كتير سنين، ما عملناش حاله الستينات وبقى خمارات ويعني خمارات وجو جميل، وهنسمع طبعا هتفرج على راس وعلى مغنى ومطربين كتير مشتركين معانا مع النجوم الموجودين معانا على فكره، طبعا نخبه كبيره جدا من الفنانين. فكانت الفكره بالنسبه لي من ضمن الافكار اللي عندي، لكن انا دايما ببقى موجوده. ان اذا جالي مثلا زي الحياه والسراب لما جه مثلا ضمن فيه يعني فيك حاجه ولا حاجتين عملته مع المخرج الجميل مجد ابو امير حبيب قلبي وخوخه وخيريه احمد، وطبعا نخبه كبيره جدا كانت معايا في المسلسل. بعد كده انطلقت بقى عملت ست اصيله وعملت سوق خضار، وانا حقيقه من الحاجات اللي قعدت برضو في الكتابه فيها، هو ابتدينا من سوق خضار، انا كنت بكتب فيه من سوق خضار وازهار كتبت فيه، يعني كله قعدت مع السيناريست كله ومع الاستاذ المخرج العظيم اللي انا بحبه محمد نقلي. والحقيقه دي تاني تجربه عملتها معاه، عملت معاه سوق الخضار وعملت معاه ازهار اللي هو الصعيدي دوت، وكان بالنسبه لي برضو نقله ان انا ما اعرفش اتكلم صعيدي وانا مش في الصعيدي، ولكن يا جماعه يعني حاجات بتطق في دماغي كده، بتطق في دماغي وانا ببقى مصر على النجاح، ورغم ان انا مش عارفه اللهجه، ولكن في مصحح لهجه زي ما معنا مصحح لهجه الاسكندراني. جو اسكندريه عجبني جدا في مسلسل قمر ان شاء الله بتاع رمضان اللي جاي باذن الله.
ان شاء الله يا رب من غير مقاطعه. ف بالنسبه لي حابه الشخصيه جدا، وشخصيات اللي معايا منورين جدا، وكل واحد منهم مختلف عن الثاني وكده. شفناكي جبتي كوثر من مدام كوثر وهي بتغني من شعرها، تعملي ايه يا كوثر؟ طلع مرات ابويا مجنناكي في يعني هو الموضوع انه ايه، يعني برضو عاملين مرات الاب دايما بيقولوا على راي المثل مرات الاب خدها يا رب. ايوه بالظبط، مكروهه يعني. فهي وليا يعني علمه او مش علمه، رقصه متقاعده وعماله بتعمل حاجات مجانين سامي يعني جمال فبتعمل جو كده. فيعني من ضمن الحاجات اللي معانا كده، عندنا كاركترات كتير جدا في المسلسل، والمسلسل مليان نجوم، مليان استاذ رياض الخولي، استاذ فتوح احمد، استاذ جمال عبد الحميد، جمال اسماعيل، معنا خيري احمد، معنا مدام رجاء حسين، معنا فتوح احمد قلت، ومعايا معنا محمد 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 لا ومعنا محمد كامل، ومعنا واحد سيف، ومعنا حسن الاسمر، ومعنا في الشباب بقى معنا محمد ماهر، ومعنا محمد عبد الحافظ، ومعنا محمد عبد القوي، محمدات كتير قوي يعني. معنا سماح السعيد، ومعنا زينب اسماعيل، زينب اسماعيل، معنا منال عبد اللطيف. قلت لك انا حافظ ازاي مش انت؟ معنا شخصيات كتيره جدا جدا، اقول لك مين؟ ميمي جمال، ومعنا نجوم كتير جدا جدا في ال. طب مين مجننك بقى داخل الكواليس؟ يعني احنا عرفنا ان بدريه طلبه بتسرق كل يوم في المسلسل السردين والسا. بدريه طلع مجنناكي شويه. يعني اختي بس من ابويا، وكمان معانا محمد ماهر اخويا من ابويا، ومحمد عبد الحافظ اخويا شقيقي، معانا عايده فهمي من الممثلات الجامدين جدا، ومعانا خيريه طلع خالتي خالتي، ومعانا معانا كمان نهى سلامة، ومعانا كمان رانيا محمود ياسين، معانا نخبة كبيرة جدا الحقيقة. هقول لك ايه، مين مجننك داخل الكواليس؟ لا محدش مجنني، لان انا الشخصيات بتتنطط قدامي، فانا يعني عارفه كل واحده مفاتيحها فين، عشان يعني تعالي عشان يعني بتبقى القصه بتاعتك ومشترك في السيناريو، فبتبقى ملم بالليله يعني ماشيه ازاي. يعني مدام فيفي، يعني في كل عمل حضرتك بتقدميه او بتشاركي فيه بترجعي يعني بالذكريات لورا وتفتكري اول عمل مثلتيه، اول مره وقفتي قدام الكاميرا كانش لسه فاكره يا مدام فيفي؟ يعني انا اول مسرحيه عملتها كانت شباب امراه للفنانه القديره الفرح منير عليه، الفنانه تحيا كاريوكا. وعلى فكره انا اصريت ان انا عشان اعمل المسرحيه دي واقف امام الجمهور وامثل، كنت مصره ان مدام تحيا كاريوكا تبقى معايا على نفس المسرح. كانت هي عامله دور الام يعني اللي كانت ام شكري سرحان، وهي كانت عامله شفاعات، انا عملت شفاعات دورها، وهي عملت دور الام بدل يعني ام البطل معانا كان في الرشاوي، وكان معانا حسن حسني يعني كان، ومعانا محمد متولي على فكره هنا كمان، معانا نجوم كتير عشان مش معاكي نجوم كتير يعني هتنسي ما شاء الله. الله اكبر، خمسه وخميسه يعني علينا ان احنا يعني من اكبر المسلسلات ان شاء الله اللي هتتعمل ان شاء الله. طبعا معانا المخرج العظيم العبقري هاني اسماعيل، والحقيقه اول تجربه معايا انا كان بدايتي ان هو كان عاوز مسلسلات، كان بيبتدي معايا بعد ما عملت، انا عملت من حوالي 15 سنه كده، كنت عملت مسلسلين نسا كاف، وكان مع استاذ مش متذكره بقى الاسماء، لكن يا جماعه اظهروني يعني فكان عملت نسا كاف، وعملت مازال النيل يجري مع الاستاذ اسامه انور عكاش ومحمد فاضل ومدام فردوس عبد الحميد وكده. ده كان مسلسلين عملتهم من حوالي 12-15 سنة. ولما رجعت بقى للتمثيل، رجعت في دور حاو السراب مع الأستاذ مجدي أبو عميرة حبيب قلبي، وكان معايا يعني نخبة كبيرة كده فنانين. انت حاسة ان العمل ده هيكون عمل مختلف؟ مختلف، لان في كل حاجة، في كل البسمة يعني. أزهار كان كله حزين وكله كده، وبرضه
يعني بالنسبة لأصيلة كان برضو حزين، بالنسبة لحاوس تراب كان كله حزين، سور خضار برضو كله حزين. فالمرة دي يعني هو فيه حزين برضو لأن في دراما جامدة جدا، ولكن مدخليني بسمة بقى مع خيرية أحمد ومحمد رضا إدريس، ومعنا احمد صيام، فمعانا كوميديانات كتير فهنستغلهم طبعا. ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. لا طب يعني والله بجد في حضرتك بتعيشي كل عمل بتعيشي حاله النجاح الحمد لله، وبتبقي مبسوطه وبيبقى في رساله وفي مضمون في العمل اللي انت بتقدميه. يعني بتفتكري كده كان مين واقف جنبك دايما؟ مين كان ليه دور مهم في حياتك يا مدام فيفي؟ مين كان دايما مساندك بيشجعك بيقول لك كملي؟ والله اللي بيقول لي كملي، واللي خلاني امثل، واللي خلاني تبقى دي حياتي هو سبحانه وتعالى ربنا بس اللي ليه الفضل عليا، لان انا ما لقيتش حد ياخد بايدي، واللي خد بايدي ربنا ومصيري عنده سبحانه وتعالى. يعني دايما حد بيشجعني؟ لا 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 للاسف انا ما لقيتش حد يشجعني، عشان كده لما بلاقي حد يعني عايز يعني اديله ايدي فما بتاخرش خالص، بمدي ايدي لاي حد. مصطفى على فكره، تعال مصطفى تعال سجل معاك ولا لا؟ سجلتش معاك؟ مصطفى شخصية اسكندرانية، تعالى ده جوز مصطفى بكري، على فكرة ممثلين كويسين قوي. ازيك يا مصطفى؟ مصطفى عامل طبعا بيصحح لي اللغة بالنسبة للاسكندراني، وعامل جوز اختي بدرية بتسرق استردين، طفح الدم. طفح الدم معاها. استردين راح فين يا جماعة؟ طفح الدم معاها ومع امها وابوها يعني، فالحمد لله. والله الحقيقة هي مدام فيفي عبد يعني ستة ما بتوعد بتوفي، وهي صاحبة الفضل في ان انا اشتغل في المسلسل ده، وهي اللي رشحتني فيه، وهي اللي بتكتب المشاهد بنفسها. بصراحة دي بالنسبة لي في الفيديو تعتبر اول فرصة مع مدام فيفي عبده، وانا مدين لها بالفضل في الجزئية دي، وهي زي ما قالت انسانة جميلة وطيبة وحبوبة وتحب الناس وقلبها ابيض، وربنا يوفقها ودايما تبقى متألقة، وبارك لها بمناسبة حصولها على أحسن راقصة في العالم. من ميرسي، خدت رسالة الحرية من أمريكا. طب ميرسي يا مصطفى، والله أنا فكرتنا. كنا هننسى الموضوع ده، لأن خدت رسالة الحرية من مدام ديدي سعد. ديدي حبيبتي، وده تاني سنة بتكرم برسالة الحرية. طبعا اتكرمت من عمدة نيويورك، واتكرمت في أيام حزمني برضو، فاتكرمت كذا مره الحقيقه في امريكا. بس مصطفى بقى عنده مشهد جميل هو. عملت المشهد بتاعك؟ طبعا. طب هروح اشوف بقى اتفرج عليه بقى. طيب شكرا مصطفى، مع السلامه. احمد عصر مدير التصوير، مدير الاضاءه بتاعنا اللي على طول معانا الحمد لله، وعلى طول في كل الشغل الحقيقه. انا بصير ان هو يبقى معايا موجود، عمل معايا ازهار، عمل معايا سوق خضار الحقيقه، يعني كل اعمال معايا يبقى حلو اللي يبقى فيه كيمياء ما بينك. يعني طبعا هم فاهميني وفاهمين انا بحب ايه، وهو عبقري. ربنا يخليك يا مدام. مدام فيفي مش محتاجه تملي. السؤال ده بيتسال لي هي متعبه في الكواليس ولا انا عايز اقول لحضرتك والله يعني ابسط شيء بالنسبه للنور والوش مدام فيفي مريحه. هي الست دي عظيمه من ايه؟ جواها زي الفل، وبتحب الناس وبتحبنا كلنا، واحنا بنضحي بالدنيا عشان خاطرها، يعني بنضحي بالدنيا كلها عشان خاطرها. والله بدون مجامله وبدون حاجه. فتملي بتسال السؤال ده بالنسبه لمدام فيفي. ده انا يعني الحمد لله خامس عامل معاها على طول. فايه مدام فيفي والشعب بيعمل ايه؟ يا اخوانا ما بعملش. بالك خامس عمل؟ ما بعملش. يعني بيجيبوا لنا كلام هي بتطلع ازاي كده وحاجات كده مش فاهمه. طلعها يعني. حلوه ازاي؟ انا حلوه. الله، انت بتطلعني اقول هي حلوه؟ لان مش محتاجه مجهود مننا يا رب. يعني وشها وجواها زي الفل يعني. ربنا يخليك سعداء. خليك ونورتنا قناه جميله وسعداء مدام فيفي. ان شاء الله تنورنا في رمضان وتسعد ان شاء الله. يعني احنا هدفنا يعني برنامج بلاتو على القناه المصريه، هدفه دايما ان احنا نقوم بتغطيه كل المسلسلات وكل الافلام مع نجومنا اللي احنا بنعتز بيهم. اصل في ناس يعني تستاهل حق يعني انهم يتشافوا، لان دول ناس من الحاجات المهمه اللي هي الاضاءه دي. الاضاءه اللي بتطلع. طب احنا اضاءتنا يعني ايه؟ قول لي عشان ما وقفت اشوف قبل ما اخش. تمام. اتملي على فكره هي مدام فيفي لما بتصور اي انترفيو تقول لهم من دهولي احمد عصر، عشان اما تصور يعني بترتاحي طبعا. ست عظيمه، ربنا
ربنا يوفقك. بشكرك يعني بجد والله باين ان في حب في العمل، فريق العمل يعني ده بيحسس الفنان او الممثل، بيشجعه صح يا مدام؟ اكيد طبعا، اصل الواحد ما لقاش حد يشجعه، فما عندك فرصه ان حد ممكن تمديله ايده. وانا ما بتاخرش خالص الحقيقه يعني، وبحب شغلي قوي ودؤوبه يعني. انا عندي شهاده الحياه اللي هي فيها بقى مخزون في دماغي افكار كتيره جدا. و طب ايه العمل اللي نفسك يعني، او ايه الدور؟ طبعا انت يعني طبعا لعبتي ادوار كتيره مختلفه، بس ايه الدور اللي انت ما لعبتهوش ونفسك تلعبيه في اول فرصه؟ لا لسه ان شاء الله العمل القادم زي ليه عمر يعني، ربنا يطول في عمرنا يعني. ان شاء الله. ان شاء الله. فيعني بالنسبه لي انا دايما جديد ويبقى مختلف وكده، فان شاء الله السنه دي يعني عامله لون مختلف خالص عن اللي انا عملته في البسمه بقى وكده يعني. جوجا الناس تستناها عشان تشوف في رمضان يعني ان شاء الله. جو تاني خالص. ان شاء الله. التعامل بقى يمكن ده اول تعامل مع المخرج هاني اسماعيل. طبعا اول تعامل. بس على فكره كان هو جالي قبل كده وقال انا عايزك في مسلسل. قبل ما اخش واعمل بقى الحياه والسراب والجو ده، كان جالي هو قبل كده، بس الحياه ما كانش في فرصه، ويمكن كان حصل له ظروف وكده ما تقابلناش. رجعنا تقابلنا في العمل ده ان شاء الله. واحنا بنسجل معاه ده فيفي قال ان مدام فيفي كلمتني قالت لي انا عايزاك في العمل ده بقى. لازم تيجي. طبعا لازم تيجي. لا هو راجل عبقري وراجل كويس قوي، وان شاء الله ربنا اللي يوفق يعني اولا واخيرا. هاي الجنود الاضاءه دول. فيعني نحمد ربنا يعني، ربنا عليه التوفيق ان شاء الله. فينك من السينما يعني؟ فينك من السينما؟ ليه بقيتي عن السينما؟ ما بتزعليش مني بقى. لا انا ما بقتش على السينما. انا اولا عامله 25 فيلم. النهارده السينما بعافيه شويه، محتاجه موضوع مهم جدا يعني. عشان ارجع السينما النهارده كل المنتجين، اولا عندي مسرح بعرض روايح على مسرح الدوله، فمش فاضيه يعني ان انا اعمل حاجه ثانيه، لاني المسلسل بياخد اربع اشهر كتابه، وبعدين عبال ما بتخلص وتحضر، وبعدين تشتغل اربع اشهر وخمس اشهر، فالسنه راحت، فمبقاش عندك وقت انك تعمل حاجه ثانيه. ولكن انا لما ارجع للسينما لازم اعمل حاجه تكون جيده يعني، مش حاجه بس يعني في الخطه. في الخطه والله. ان انا ارجع بحاجه تكون جامده يعني. طب حضرتك اتكلمتي عن مسرحيه روايح، يمكن احنا قرينا في بعض الانتقادات بيقولوا ان مدام فيفي، بس انا بقول على اساس انك توضحي يعني للي ما يعرفش، بيقولوا مدام فيفي مش عارف المفروض ان المسرحيه دي مش هتتصور وايه الكلام ده. يعني انا عايز اقول لك يعني حاجه. انا لا يعني الواحد ما اتكلمش في الحاجات دي، لانه انا برد على اللي اي حاجه بتتقال عني برد عليها بعملي. ما احبش الكلام اللي ملوش معنى والحاجات اللي ملهاش شيء من الصحه، ومجرد يعني اخبار وحاجات كده. انا احترم كل نقد محترم يكون شاف العمل يعني. الانسان ما يحكمش على حاجه بالكلام يعني، لازم يحكم ان العمل لازم يتشاف عشان الانسان يحكم اذا فعلا ده حصل. ما حصلش لسه النقد الموضوعي. انا ما فكرناش لسه في تصويرها، لاني احنا مكسرين الدنيا بيها الحمد لله رب العالمين. وانا بشكر الدكتور اشرف زكي على وقفته معانا، وعلى انه قال لي تعالي اشتغل في مسرح الدوله، وله الفضل هو الحقيقه. وانا كنت عند حسن ظن، والمسرحيه لقت اقبال جامد جدا، ويعني اقول لك ايه، كسرنا الدنيا بيها يعني. عملنا صيف وشتاء، وده احنا داخلين الصيف ده كمان مع المسلسل ان شاء الله 20/6 هنعرض المسرحيه تاني. ف يعني الحمد لله رب العالمين يعني. طبعا معايا في المسرحيه جمال عبد الناصر جان بقى قدامي وكده، وعايدة فهمي ورضا ادريس واحمد صيام، ومعانا بابا جمال اسماعيل، واخراج احمد خليل. الحقيقه كانت تجربه ناجحه والحمد لله ربنا وفقنا فيها. فالواحد بيرد بالعمل، ودايما انا لا ابص يعني. انا في ناس جت اتفرجت وكان في نقد، والنقد جميل جدا، والجمهور فرحان جدا.
ان في معاه معانا حمدي باتشان واحمد باتشان ابنه, معانا داليا عبد الوهاب مطربين, فبنسمع طرب حلو, بنسمع رقص, بنتفرج على رقص حلو, وبنتفرج على كوميديا, وبنتفرج على دراما. فطبعا الحمد لله العمل متكامل يعني. الحمد لله. انا سيبك بقى, مش عايز اطول عليك عشان لازم احنا قصة العمل كله, قصة العمل كله بقى معاك رضي الخولي, ومعاك محمد كامل, ومعاك طبعا حسن الاسمر, فاسيبك عشان نسجله معاك بقى. انت على فكره بجد والله نورتينا اول مره في برنامج بلاتو, واحنا بنشكرك. برنامج بلاتو, وانا سعيده جدا اول مره بسجل في البرنامج دوت, وان شاء الله بالتوفيق, وكل بيتفرجوا علينا ان شاء الله استنوا في رمضان في مسلسلنا الجديد قمر, ان شاء الله تنبسطوا منه يعني زي العاده, وربنا هو اللي يكرم. باي باي, مع تحياتي في عبد. باي باي ان شاء الله, باذن الله, والف الف مبروك. ربنا يخليك يا مدام. اللي منورنا في برنامج بلاتو على قناه المصريه المخرج الكبير هاني اسماعيل. اهلا بيك معانا على قناه المصريه وبرنامج بلاتو, والف الف مبروك مسلسل قمر. الله يبارك فيك يا حبيبي, اهلا بيك, مشرفين, اهلا وسهلا. يمكن يعني حاله جميله حضرتك بتعيشها, انت عايش جميله, اخيرا خلصت مسلسل عزيز على القلب, ودلوقتي احنا مع حضرتك في كواليس مسلسل قمر, وبنقول لك الف الف مبروك. وعايزين نعرف مع حضرتك يعني حكايه مسلسل قمر مع المخرج الكبير هاني اسماعيل. هو باختصار الحقيقة يعني حتى من قبل ما انتهي من عزيز على القلب وانا في المونتاج, لقيت الحقيقة يعني تليفون من مدام فيفي, وانه عندها رغبة الحقيقة ان انا اعمل لها مسلسل رمضان هذا العام. انا الحقيقة طبعا من متابعتي الشغل مدام فيفي الفترة الاخيرة السنوات الماضية يعني انها بتعرف تنقي موضوعاتها, يعني بتعرف تختار الموضوعات اللي هي مناسبة ليها جدا اولا, في نفس الوقت قريبه قوي من غالبيه الناس, يعني عارف المناطق الشعبيه والمناطق المتوسطه اجتماعيا, والمنطقه دي هي الحقيقه بتجيد التواصل فيها مع الناس. فرحبت جدا الحقيقه, وعملنا يعني جلسات, وخصوصا انها كمان يعني قالت لي انه هي صاحبه القصه, معاها السيناريست الاستاذ عزت ادم, بتنقل له كل افكارها, كل يعني الحاله الانسانيه اللي عايزه تعيشها واللي عايزه تتواجد, شفته من خلال عينيها بالظبط, من خلال هي ما يعني تجاربها وخبراتها في الحياة, ومن حاجات اللي شافتها, من خلال مشاهدتها, يعني هي مطلع بعض الأفكار, فنقيت الحياة أستاذ عزت وكتب, وصلت لقيتهم يمكن منتهين من تلتين المسلسل تقريبا, ولقيت ان في حالة يعني حالة تقدر تقول شعبية إنسانية جميلة بترصد فترة برضو اللي هي فترة الستينات, وحلقة السمك وجو حلقة السمك في الأنفوش في اسكندرية, والعارف والمنازل العشوائية المحيطة بالحلقة, والسردين اللي بيتسرق, والسردين اللي بيتسرق, مظبوط, برافو عليك, اللي هي مرات بدرية. فالحقيقة عارف عجبني الجو ده, يعني دايما الواحد حريص ان هو دايما في شكل مختلف عن اللي عملناه قبل كده, فانا لقيت الحقيقه في ده كده تاريخي اجتماعي حضرتك يعني قاعد في تنوع في المواضيع نفسها كده. مظبوط يا حبيبي, الحمد لله, يعني دايما الواحد بيشوف ايه اللي عمله, ايه الاطار اللي خرجنا بيه بحيث يبقى الجديد مختلف تماما. انا اعتقد الحمد لله ان هذا العمل بالتحديد مختلف تماما عن كل ما قدمته قبل كده يعني. طيب مين الابطال اللي موجودين برضو مع حضرتك؟ طبعا هي بطله العمل الفنانه الكبيره فيفي عبده, بجانب فيفي عبده مين ابطال مشاركين في مسلسل قمر؟ يا رب ما انساش, لانه ما شاء الله احنا عندنا عواميد خرسانيه كبيره على فكره يا جماعه. الحمد لله, الملعب مليء
باللعيبه الكبار يعني. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. معنا طبعا الفنان رياض الخولي، معنا الفنان الكبير جمال اسماعيل، معنا مدام كوثر رمزي، معنا بدريه طلبه طبعا كل الناس عارفينها وعارفين مقالبها وحركاتها يعني. معنا مدام خيريه احمد، مدام رجاء حسين، معنا نهلة سلامه، معنا سماح، معنا منال عبد اللطيف، معنا زينب اسماعيل، معنا معنا كتير جدا، جمال عبد الناصر، لا جمال الحقيقه لا ملوش نصيب معنا للاسف لانه ظروفه يمكن يعني ما سمحتش، معنا حسن الاسمر يعني كويس ان حسن الاسمر رجع تاني طبعا 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 موجود معنا، رانيا محمود ياسين مجموعه كبيره مش عايز اقول لك انا خايف اكون بس يعني ناسي حد، واكيد انا ناسي حد طبعا يعني فتوح احمد، محمد كامل يعني مجموعة كبيرة يعني استاذ هاني بتهيالي يعني الحاجة اللي ممكن تنجح العمل ان يكون فريق العمل كله حابب بعضه وفي كيمياء ما بينهم. يمكن انا بتكلم مع استاذ جمال اسماعيل من شوية فبيقول لي يعني ان في حب وهو اصلا كمان مرتاح في التعامل مع مدام فيفي، قال برضو في المسرحية وفي المسلسل اللي فات، فالمرة دي بيقول لي يعني في حالة حب جميلة حتى كمان مع المخرج هاني اسماعيل، فكان كلام بجد جميل يعني. شوف هقول لك باختصار شديد لان برضه يبقى فيه وضوح، انا لما جيت على العمل مدام فيفي والاستاذ عزت ادم يعني كانوا كاتبين الشخصيات لممثلين هم شايفينهم وعارفينهم وحابينهم اللي هم يعني اغلبهم مجموعه بيشتغلوا معاها يمكن في اعمالها اللي فاتت وفي المسرح وكده، فدول دي بتعمل حاله تواصل حلوه. انا لما جيت الحقيقه كان يعني شبه الناس كلها مستقره في اماكنها واتقال بشكل واضح وصريح انه احنا يعني دول حابين الادوار دي واحنا كاتبينها لهم، لكن من حقك طبعا يعني كمخرج العمل دلوقتي انك تغير زي ما انت عايز طبعا. انما انت كمخرج لما تلاقي في كل دور في حد من الناس الكبيره المنوره الجامدين جدا اللي ممكن جدا يبقى الدور كمان اقل من قيمتها، انما موجود وفرحان بالدور وفرحان بالحاله والناس كلها في حاله تواصل انساني مع بعض وفرحانه بالحاله الفنيه دي، انت كمخرج لازم تستفيد بده وتبقى سعيد باللي حاصل يعني. فدي حقيقه لازم الواحد يعني يذكرها انه فعلا الناس كلها بيشتغلوا مع بعض على طول، حابين بعض قوي، فده انت بتستفيد منه لانه بيطلع على الشاشه في النهايه. استاذ هاني مين كان ليه دور مهم في حياتك؟ يعني مين كان دايما واقف جنبك؟ مين كان دايما بيشجعك مساندك من اول عمل حضرتك بداته لغايه اخر عمل يعني احنا موجودين فيه مع حضرتك بنصور ومتواجدين معاكم؟ سؤال يعني مفاجئ بعيدا عن القمر خالص علاقه القمر لكن جاي. لا هو لازم يعني اقول دايما بكل صراحه في كل مكان انه صاحب الفضل الاول والثاني والثالث والعاشر والاخير في حياتي هو والدي المرحوم حسن اسماعيل. طبعا. لانه كان من كبار مخرجي الدراما التلفزيونيه في الستينات. طبعا. وعايز اقول لك ان هو اللي اتعلمت منه كل حاجه، يعني اتعلمت منه ان اكون انسان قبل فنان، يعني ازاي تبقى انسان وبعدين بقى تمارس الفن من خلال ان انت انسان اولا. فكبرت شفته بيخرج ازاي، بيقعد مع المؤلف ازاي، بيتعامل في اللوكيشن مع الناس ازاي، بيتعامل مع المجاميع ازاي، بيتعامل مع السيناريست في جلسات العمل ازاي. يعني دي كانت المدرسه الحقيقه اللي انا اتعلمت منها كل الاشياء، بالاضافه طبعا مع السينما بعد كده، لكن ما اقدرش انكر طبعا فضل عليا. يعني من كتر حب حضرتك لوالدك حبيت الفن ده بصدق شديد. ما اقدرش انكر بقى حاجه ثانيه برضه لازم اقولها وحق عليا، يعني الوالده ليها حق عليا لازم اقوله. في ايه بقى؟ هقول لك. لانه انا كنت متعلق بالفن من خلال والدي زي ما قلت لك، ومصر ان انا اخش بعد يعني الثانويه العامه معهد السينما وادرس وحاجات كده. كان وقفه صريحه قويه جدا من الوالده انه الفن مهما كنت انت موهوب وكان عندك يعني من انما المساله فيها برضو خطوره، فيها مخاطره مش مضمونه، مساله مرتبطه باشياء اخرى ممكن تبقى انت مش بالظبط كده، فلازم في استقرار يبقى في حياه يبقى في كده. فكان حرص شديد منها وطلب يعني مباشر بانه يبقى في دراسه اخرى الاول. وفعلا احترمت ده تماما ودرست لسانس حقوق 5 سنين رغم انها بعيده تماما عن المجال اللي انا بحبه. حاجه مليان دراسه بقى. والله انما احتراما لرغبتها اللي انا دلوقتي بعد ما حصل ده بعترف ان ده كان له فضل عليا. في ايه بقى؟ انه بعد ما درست لسانس حقوق ودخلت معهد السينما اختلفت المساله تماما، انه استقبالك بقى للفن ولعلوم السينما وللحكايه وانت واخد سنس حقوق بعد ما حصل لك وعي وادراك مختلف ونضج مختلف، استقبلت المساله بشكل ثاني خالص. ده بصدق شديد حسيتها بالمقارنه بزملائي اللي كانوا داخلين معاهم ثانويه عامه، وانت داخل بالوعي ده فاختلفت المساله تماما، عرفت ان هي فعلا كان لها حق وصاحبه الفضل في ده يعني.
يعني بجد حاجه جميله جدا ان الواحد دايما يبقى فاكر مين كان واقف جنبه ومين كان بيشجعه ومين كان مسانده ويقول ويبقى مفتخر وهو بيقول يعني عفوا بتبقى حاجه فعلا جميله يا استاذ هاني. وبجد والله حضرتك النهارده نورتنا وبنقول لحضرتك الف الف مبروك مسلسل قمر. بس كلمه اخيره تحب تقولها لكل مشاهدين قناه المصريه وبرنامج بلاتو عن مسلسل قمر، تحب تقول لهم يا استاذ هاني؟ بقول والله نحن بنجتهد وبنوصل ليل بالنهار عشان بمشيئة الآن نلحق العرض الرمضاني، لأنه عمل ضخم جدا جدا جدا، وفي يمكن كم من المشاهد الحركة، مشاهد المجاميع، مشاهد الأكشن اللي هي فيها يعني معارك، فده بياخد وقت تأكيد وبياخد جهد. بنحاول احنا نبذل أقصى جهد عشان نصب العمل إلى بر الأمان ويعرض في موعده إن شاء الله حتى تستمتعوا به تقولولنا كلمة بس. شكرا. دور رياض الخولي وجمال اسماعيل واحمد صيام ووحيد سيف وميمي جمال وعدد كبير جدا من النجوم، تأليف فيفي عبده واخراج هاني اسماعيل. تعالوا مع بعض نكمل الجزء الثاني من حلقتنا وبلاتو. مسلسل قمر الفنان الكبير جمال اسماعيل اللي دائما متألق، اهلا بيك معانا على القناة المصرية وبرنامج بلاتو، والف الف مبروك مسلسل قمر. اهلا بيك، اهلا وسهلا. ويمكن حضرتك يعني قناة المصرية دي بيتك، يعني برنامج حواديت عامل جو جميل مع الاطفال وحالة جميلة، فانت النهاردة منورنا في برنامج بلاتو. حواديت ده برنامج انا يعني بعتز بيه قوي، لان بعتبر ان انا بقدم رسالة للاطفال الصغيرة. الله الله استاذ جمال، والاطفال دول هم بقى المستقبل بقى ان شاء الله. المستقبل. يعني احنا النهارده معاك داخل كواليس مسلسل قمر وبنقول لك الف الف مبروك، وعايزين نعرف النهارده من خلال الفنان الكبير جمال اسماعيل ايه حكايه مسلسل قمر مع جمال اسماعيل. والله انا يعني اتعرض عليا دور اسمه عزوز. عزوز ده راجل يعني رجعني، عمل لي فلاش باك ايام اول ما عملت حسب الله بعضشي في سيدة الجميلة. فعزوز ده راجل يعني بيبيع الدنيا في سبيل مزاجه. راجل صاحب كباية. وما خلاش قدامه حاجة الا ما باعها في سبيل ان هو يبقى عايش مبسوط. الانانية طبعا علشان خاطر ده راجل مخلف اربع بنات، منهم قمر اللي هي فيفي عبده، ومتجوز اتنين، فطبعا يعني ده راجل صاحب مزاج عالي خالص خالص خالص. يعني متجوز اتنين ومخلف اربعة. أربعة من دي وأربعة من دي كمان. أيوة. فطبعا طب ما شاء الله شو من احتدكش بعد الراجل دون يعني برضو احنا موجود في المسلسل لعبرة، وأنا اللي خلاني قبلت الدور، لأني اليومين أو السنين اللي فاتت دي الناس تعودت خلاص جمال اسماعيل الأب الطيب الإنسان صاحب المبادئ والقيم. في تغيير في الشخصية في نصها. يعني بعد ما بيبقى بالشكل ده وأناني وشخصية
يعني انتهازية لدرجة بأنه لما لقى ما فيش معاه فلوس علشان خاطر كيفه بنته جوزها لواحد في سني باع عياله في سبيل مزاجه. فبتيجي عليه لحظة من اللحظات بقى بيفوق ولا لا؟ بيتوب إلى الله، بيتوب وبيروح على سيدي المرسى أبو العباس ويشتغل خادم هناك في المسجد ويتحول إلى شخصية إنسانية جميلة جدا جدا جدا. فيعني التويست ده من العوامل اللي خلتني شدتني في الدور. شدتك في الدور. آه. يمكن دور يعني مركب جميل كده في يعني أبعاد كتيرة. أصلي شوف، عايز أقول لحضرتك حاجة. اتفضل. الممثل يحب باستمرار بأنه هو ما يبقاش نمط واحد. نمط واحد. يعني إحنا فضلنا نشوف